باب الرجاء للمريض، باب الرجاء للخائف، باب الرجاء للمحتاج. فمثلا باب الرجاء في قصة يوسف عليه السلام، لما ألقاه أخوته في غيابة الجب ثم وجد نفسه وحيدا، فقال القرطبي في تفسيره كما قال وهب أن حينما ألقي يوسف في غيابة الجب التقطه جبريل على إحدى جناحيه ثم نزل به على حافة البئر حتى لا يلتطم بالحجر. باب الرجاء هو الباب الذي لا يزدل ولا يقفل في وجه من أراد أن يقف على هذا الباب، يطلب منه عفو الرحمن ويستغيث برضا الله تبارك وتعالى عليه. هذا الباب كما قلت أنه يتعرض له في أوقات النفحات، ونحن في نفحة هذا العيد المبارك، في عيد الأضحية وعيد التضحية، في عيد المواساة، في عيد التضامن والتآخي والتحبب والتودد والاعتصام وتآلف الأمة بين غنيها وفقيرها، عزيزها وزليلها، أقصاها وأدناها، رئيسها ومرؤوسها، الكل يتوحد تحت راية واحدة ألا وهي راية الإسلام، كما يتوحد الآن الحجاج في بيت الله الحرام في مكان واحد وفي صعيد واحد، يدعون ربا واحدا يستغيثون به ويرجون رضوانه، يباهي بهم الله تبارك وتعالى بهم الملائكة فيقول يا ملائكتي انظروا هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، جاءوني من كل مكان يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم جميعا.